الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل الخير، أجمل وأرق تحية لكم من جديد من مركز البلدية الترفيهي في مدينة صلالة بمحافظة ظفار في متابعتنا اليومية لفعاليات مهرجان صلالة السياحي لهذا العام 2015. حياكم الله. أهلا وسهلا عمر، ومرحبا لجميع مشاهدين ومتابعين برنامج مساء المهرجان. طبعا هذه الإطلالة الجميلة والرائعة، ومساء الأحد يمكن مساء جدا مختلف اليوم في مركز البلدية الترفيهي، يوم جدا رائع ومختلف ومميز نوعا ما بكون اليوم مخصص فقط للنساء، والحلقة أيضا تنفرد للنساء بكل فعالياتها الرائعة. هذا الانفراد أيضا يأتي بمشاركة جمعية المرأة العمانية بصلالة طبعا بتقديم مجموعة من الأنشطة والفعاليات الرائعة في مسرح الولايات إن شاء الله. عموما حلقة مميزة وأيضا ضيوف جدا رائعين حتى العاشرة، فنتمنى لكم وقت ممتع وجميل ورائع. نرحب معكم مشاهدينا الكرام بزميلنا محمود بن سهيل تبوك، يشاركنا في تقديم هذه الحلقة بالتأكيد حلقات برنامجنا باستمرار، بالإضافة إلى الزملاء الآخرين طبعا في التقارير. أيضا محمود موجود اليوم في البيئة البدوية في القرية التراثية، واحدة أيضا من الأماكن المميزة هنا في ساحة المهرجان مركز البلدية الترفيهي. مرحبا يا محمود. مرحبا عمر، ومرحبا حوراء، ومساء الخير لكل مشاهدينا وكل من يتابعنا عبر برنامج مساء المهرجان. اليوم في زوايا مختلفة دائما كما عودنا مشاهدين ومتابعي مساء المهرجان أن نكون كل يوم في زاوية ونكون العين الثالثة للمتابع الكريم أينما متابعنا. اليوم راح يكون تفاصيل كثيرة من البيئة البدوية. جميل جدا، إذا هذه راح تكون واحدة من إطلالاتنا المباشرة اليوم، إضافة إلى مشاركة جمعية المرأة العمانية بصلالة كما ذكرنا، وطبعا مجموعة من البراعم يشاركون بفقرات مختلفة على مسرح الولايات. هذه المشاركة حوراء متاحة لجمهور طبعا المتابعين عبر شاشة تلفزيون سلطنة عمان من خلال برنامجنا، أيضا الجمهور الموجود في مركز البلدية الترفيهي بإمكانهم أيضا الحضور إلى مسرح الولايات ومشاهدة هذه المشاركة وهذه الفعاليات طبعا من خلال تواجدهم أيضا في هذه الأجواء الجميلة، أجواء جدا لطيفة، نسائم مسائية رائعة جدا في هذا الموسم، موسم الخريف. بالفعل يعني اليوم إن شاء الله جمعية المرأة العمانية بصلالة راح تقدم مجموعة من الفعاليات الرائعة اللي تناسب مع ذوق النساء وأيضا الأطفال اللي راح إن شاء الله يتواجدوا هنا في مركز البلدية الترفيهي وأيضا خصوصا في مسرح الولايات. عموما نحن بالإضافة إلى هذا حوراء، عذرا للمقاطعة، يعني بالإضافة إلى هذا، بالإضافة إلى وجودهم معنا في مسرح الولايات، مشاركتهم أيضا على مسرح المروج تفاصيل أكثر إن شاء الله. بالفعل. رايحين نذكرها أيضا خلال يعني توالي فقرات برنامجنا إن شاء الله. بالفعل. عموما يعني دائما نحن تعودنا في كل سنة جمعية المرأة العمانية بصلالة تكون حاضرة بقوة بكل فعالياتها المتعددة الخاصة بالنساء. نحن أيضا يوم الأحد راح تكون لنا فقرات جدا رائعة، نحاول نسلط الضوء على كل هذه الفعاليات والأنشطة اللي تقام في مركز البلدية الترفيهي أيضا من خلال الزملاء المتواجدين في أرجاء المهرجان بإذن الله تعالى. إذن أهلا بكم مشاهدينا في متابعة بإذن الله تعالى تكون طيبة شيقة رائعة بروعة هذا المهرجان بكل ما فيه من تفاصيل جميلة. حياكم الله. ردت في قرارك يوم تنوي المهرجان، اقرب اقرب يا هلا بك مرحبا هيا تعال. ردت في قرارك يوم تنوي المهرجان، اقرب اقرب يا هلا بك مرحبا هيا تعال. في صلالة الأصالة والسياحة والأمان، بين أحضان الطبيعة والمناظر والجمال، بين أحضان الطبيعة صلالة.
الحيان. مشاهدينا الكرام، في طبيعة المهرجان كل عام مجموعة ثابتة من المناشط تكون مستمرة على مدار فترة المهرجان. وعلى فكرة هي يعني ما شاء الله فترة ممتدة هذا العام، يعني تقريبا حدود 40 يوم كاملة إلى نهاية أغسطس إن شاء الله. في مجموعة مثلا من المعارض الرئيسية عادة تبدأ تفتح أبوابها للجمهور من 5 مساء إلى 12 مساء، بالإضافة إلى المعرض الاستهلاكي طبعا ثابت بالقرب من البوابة الرئيسية 3 في المركز، ومعارض متخصصة تبدأ عادة من 5 مساء إلى 11 مساء، معرض عمان أرض الصداقة والسلام، معرض وزارة الزراعة والثروة السمكية، معرض جمعية التصوير الضوئي، معرض شرطة عمان السلطانية، ومعرض الجمعيات ومراكز الوفاء الاجتماعي طبعا في قاعات متعددة في مركز البلدية الترفيهي. ايضا من هذه يعني الفعاليات والانشطه الموجوده ما ننسى الالعاب الكهربائيه اللي دائما تكون حاضره في مساحات المهرجان وخصوصا في مركز البلديه الترفيهي، طبعا تبدا من الساعه 5 حتى الساعه 12 مساء. وايضا مسرح المروجه بكل فعالياته الرائعه، ما ننسى برنامج ليله خريف الذي يبث عبر عمان مباشر من الساعه 10:30 حتى الساعه 1 صباحا. طبعا هناك ايضا مجموعه من جلسات الطرب، بما ان اليوم يوم الاحد وخاصه بالنساء، هناك جلسه طرب لفن الطبل بمشاركه جمعيه المراه العمانيه بصلاله وبمصاحبه الفنان الشعبي عمر جبران وفرقته الموسيقيه. ايضا القريه التراثيه اللي دائما تكون حاضره في مهرجان صلاله، البيت التراثي، مشاركه فرقه العوافي، ايضا فرقه اضواء الجنوب. في مسرح الولايات هنا بالقرب من موقع الاستوديو كالعادة مشاركات متنوعة. بالغد تبدأ إن شاء الله مسابقة فن السيف أو الرقيد كما تسمى محليا، ورايحين نواكب إن شاء الله هذه المسابقة. اليوم جمعية المرأة العمانية موجودين على المسرح، رايحين نكون معهم بعد قليل إن شاء الله. برنامج مساء المهرجان برنامجنا عادة يوميا معكم من 8:30 إلى ما قريب الساعة 10، واللي عاد اليوم التالي الساعة 9:30 صباحا إلى قريب الساعة 11. في القرية التراثية طبعا برنامج قناة مجان الفضائية موجود، وأيضا ساحة المتنفس بالقرب من البوابة 2 تبدأ من الساعة 7:30 حتى الساعة أيضا 11 مساء، مشاركة فرقة المشوار الفنون الشعبية. وأيضا ما ننسى المرافق الموجودة في يعني في المركز الترفيهي للبلدية مثل ساحة المطاعم اللي تتواجد خلف المسرح الرئيسي، دائما يكونوا متواجدين من الساعة 7:30 حتى الساعة 11 مساء، أيضا مشاركة فرقة الحافة للفنون الشعبية. ومسرح الساحة العامة تبدأ فعالياتها من الساعة 7:30 مساء حتى الساعة 11 مساء، هناك في برامج ومسابقات وفعاليات جدا رائعة يقدموها للجمهور، بالإضافة إلى مجموعة منوعة طبعا من الفعاليات الأخرى، عروض متنقلة في مواقع مختلفة في مركز البلدية الترفيهي. في سوق الحسن اليوم مشاركة فرقة الشرار للفنون الشعبية كانت من الساعة 5 مساء إلى الساعة 7، وفي فعاليات خارجية للعوائل في حدائق طاقة ومرباط، وعادة تبدأ هذه طبعا برعاية اللجنة الرئيسية المنظمة لمهرجان صلالة السياحي لهذا العام، عادة يوميا من 4 مساء إلى 7 مساء. نروح المسرح؟ نروح المسرح مع هذه الأجواء الرائعة والطقس المنعش. مهرجانك ملتقى
حبيب الشعبي للشعبي بربه محروس جميعنا ندعوك يا ربي احفظ لنا قابوس عاش حبيب الشعبي للشعبي بربه محروس جميعنا ندعوك يا ربي احفظ لنا قابوس يا فرحة نعمت أراضينا ونور العيد ليالي عماننا بالورد والسينا كأنها عروس عاش حبيب الشعب للشعب بربه محروس جميعنا ندعوك يا ربي احفظ لنا قابوس الصحراء والجبل لبسوا ثياب العيد واحتفلوا تلك الملايين له تشدو الابن والوالد والجد لعناقه ملهوفة تعدو تفديه بالنفوس عاش حبيب الشعب للشعب بشعبه محروس جميعنا ندعوك يا ربي يا سائر صلاله
حفل المهرجان محلى صلالة ورداد الخريف محلاها صلالة ورداد الخريف والمنظر طبيعي وحفل المهرجان والمنظر طبيعي وحفل إذن المنظر طبيعي وحفل المهرجان تنوع ما بين البيئة ويعني تضاريس هذه المنطقة الجميلة في مناطق الجبال طبعا مع تساقط الرذاذ هكذا في الصباح الباكر وأيضا فترات المساء. أتمنى للجميع إن شاء الله إقامة طيبة وممتعة وبالإضافة لهذا كل هذه يعني الباقة المنوعة من الفعاليات المقدمة للجمهور سواء كان المقيمين هنا في محافظة ظفار أهالي المنطقة والزائرين من مختلف مناطق عمان وأيضا من خارج السلطنة خلال هذه الفترة. بالفعل يعني اليوم الجو ما شاء الله جدا رائع، يعني دائما صلالة تتسم بهذه الأجواء الرائعة والجميلة مثل ما ذكرت أيضا عامر من خلال البرامج الموجودة هنا في مركز البلدية الترفيهي، هناك في ابتكار في تجديد، كل هذا يهدف إلى التواصل الأسري وأيضا السائح يستمتع بهذه الأجواء والفعاليات الجميلة. فرصة أيضا حوراء نقدم تحية للزملاء في برنامج من صلالة اللي بيتابعوا أيضا يعني أجواء الخريف خلال هذه الفترة خلال برنامج يومي من الساعة 2:30 طبعا يبدون على الهواء وعندهم فقرات متنوعة وضيوف أيضا يتكلمون عن أجواء الخريف في محافظة ظفار خلال هذه فترة. طبعا البرنامج من اعداد زميل محمد السليمي اللي بنوجه له التحية، تقديم الزملاء عبد الله السباح شريف العامرية، ومن اخراج زميل عامر بن محمد العامري، كل التحية لهم. طبعا الحين راح ننتقل لزميلنا محمود المتواجد في القرية التراثية وخصوصا في البيئة البدوية، هو يجسد لنا هذه يعني البيئة الجميلة البيئة الصحراوية. ننتقل الى محمود. محمود تسمعنا؟ نسمعك حوراء. محمود ما زلنا متواصلين في البيئة الريفية هنا، طبعا التعريف اليوم عن البيئة الريفية حوراء أشياء كثير ربما لن يكفينا وقت البرنامج حتى البيئة البدوية محمود نتحدث. صح؟ البيئة البدوية هي البيئة الريفية. قبل شوي كنت عندهم كنت آخذ معهم موعد ربما اختلط معي. تفضل محمود، الصوت والصورة معك. البدوية ما زلنا في البيئة البدوية، وأيضا مشاهدين الكرام وزائر مهرجان صلالة السياحي في مركز البلدية الترفيهي، البيئة البدوية موجودة هنا في زوايا من زوايا القرية التراثية وبجنبها أيضا البيئة الريفية. كنا ناخذ معهم قبل قليل موعد عشان نصور معهم في الأيام القادمة وكذا يتجهزون إن شاء الله يحضرون كثير من الفعاليات اليوم في البيئة البدوية، والحديث والتفاصيل عن هذه البيئة الجميلة البيئة التي تحمل الطابع الصحراوي. في البداية طبعا قبل نصل لهنا سلمنا على الشباب ومسيناهم بالخير، حاولنا ناخذ معهم كذا بعض التفاصيل عن البيئة البدوية، كان حوار جدا رائع. مسيك بالخير ونتعرف على اسمك الكريم. مرحبا وسهلا على حضوركم وعلى تصويركم معنا. كانت حياة البدوية، كان حياة البدوية متمكن من الخيم، هذول الخيم يسموها بيت بيت شعر. بيت شعر تكون من الحيوان، يسوون من الحيوان ويسوونها بيت يعني. وكان قديم يعني في عصر يعني في تعب، يعني في تعب على طهور الجمال، على طهور البوش، يعني ينقلوا من مكان الى مكان، من مكان الى مكان على الرحمه يعني على المطر، يتنقلون من مكان الى مكان عشان يحصلوا لحيوانهم رعي. يعني من ممكن يشلون على الحيوان هذا الركاب، يعني يزملون يمكن من 3 أيام 4 أيام توصلون هذاك الديار هذاك ماشي لا عندهم طعام ما عندهم ولا شيء، على طهور البوش حليبهن ولحمهن متواجد منهن كل شيء منهن، ولا هذا المعيشة يوصلون من هناك يعني من البادية حتى إلى صلالة يقون بلا يعني المعيشة، يعني يوصلون بعد 3 أيام يومين يعني. وحياة هذيك المرة حياة صعبة صراحة، والحين الحمد لله على جلالة السلطان وفرنا كل شيء، وفرنا الماء الحمد لله موجود، الحمد لله الماء موجود
والمعيشة الحمد لله موجود، الله يطول عمره. وفرنا يا رب إن شاء الله، وفرنا كل شيء الحمد لله، المعيشة والماء والكهرباء والبيوت وكل شيء، وحتى السيارات. الحين الحيوان بس الحمد لله لمزاينة، الحين عند الله لمزاينة ومنظر، بس نشوف أن لمزاينة ومنظر بس، واللي عندها حليب أكثر يكون لها قوايز أكثر الحين، بس الحين هذا الوقت. اليوم أنتم في البيئة طبعا البدوية، كيف عندما يأتي الزائر هنا تعريف البيئة البدوية، كيف يتم طبعا مقابلة الناس، تعريف الناس بهذه البيئة الجميلة الصحراوية؟ واليوم طبعا كل الشكر لدائرة مهرجان صلالة السياحي، وطبعا هنا في مركز البلدية الترفيهي التي وضعت دائما حرصت على أن تكون البيئات المختلفة طبعا في محافظة ظفار هنا في زوايا القرية التراثية. والله نحن حال البدوية يعني عشان الزائر يجي يشوف حال وضع حوال الوضع البدوي يعني يشوف المنظر ويشوف حسان يتمتع بهذه الاشكاليات التراث البدوي العماني. يعني الحمد لله نحن متمسكين لقل اجيالنا يتمسكون بالتراث البدوي، ويشوفون على التراث البدوي، يتمسكون بالتراث البدوي ويعرفون التراث البدوي بكل شكل عام، يعني بكل الاحوال. واللي جاء زاير عشان يتمتع ويشوف المنظر ويشوف هذا يعني من البداوه، كل شيء عندهم الحمد لله موجود، وكل شيء الحمد لله هذه الوقت هذا الحمد لله. هذه النعمه عندكم فنون كثيره موجوده في البيئه. عندنا فنون، عندنا إيلاو، عندنا غداء عاداتنا، عندنا إيلاو، وعندنا دان الدون، وعندنا حمرهاب، وعندنا الأولي عندنا موجودة، وعندنا حمرهاب واحد يعني عندنا حمرهاب يكون مريض، يكون يعني لدغته حنش ولا شيء، يسوون له حمرهاب عشان هذا يطلع منها الصم ويكون أحسن. من حلقتنا القادمة راح نتعرف على هذه الفنون إن شاء الله، بنكون في الخارج، وحتى المشاهدين ما شاء الله والزائرين مشاهدين بإمكانكم، حتى اللي حاب يتعرف على أكثر من هذه الفنون هنا في البيئة البدوية ما عليه ليزور القرية التراثية. وقفتنا القادمة راح تكون عن الفنون والعادات والتقاليد التي طبعا الفنون العمانية المغناة طبعا في هذه البيئة الجميلة البيئة البدوية. قبل أن ننتقل إلى الزملاء راح نروح لتقرير مع محمد بن سعدون بيت سعيد زميلنا، حضرنا تقرير عن الحلوى العماني، ودائما عمان تشتهر بهذه الصناعة الجميلة الحلوى العمانية، وبعدها ثم إلى البيت التراثي والفنون الجميلة والفرق التي تشارك دائما في البيت التراثي لتسعد الجمهور وزائري مركز البلدية الترفيهي، فلا تروحون بعيد. مساء الخير. تحظى الحلوى العمانية بشهرة واسعة داخل وخارج السلطنة، وتعتبر رمز أصيل للضيافة. هذا التقرير يسلط الضوء على تفاصيل الحلوى العمانية، فابقوا معنا. الحلوى العمانية مرتبطة بالإنسان العماني ارتباطاً وثيقاً، تمثل ماضيها العريق في عاداته وتقاليده وأسلوب حياته. وما زال العماني يحافظ على صناعة الحلوى بنفس تفاصيلها القديمة، احترفها العمانيون على امتداد 2000 عام. نتحدث عن الحلوى العمانية، اليوم صار في مجموعة نكهات تم إضافتها للحلوى العمانية، إيش أنواع الحلوى اللي معاكم؟ نعمل الحلوى العمانية الأصيلة من الزعفرة أو السوداء، ما نعمل مثلا في إضافات النكهات، ما نعمل نكهات، نعمل الحلوى العمانية الأصيلة. طيب أنا ألاحظ أنه معاكم، أنتوا هنا معاكم مصنع مجهز، وبطبيعة الحال أيضا شباب عمانيين، ما زلتوا محافظين على هذه الأعمال، ما زلتوا محافظين على هذا الموروث الأصيل. إحنا تعلمنا الصناعة ابن عن قد، فتعلمنا الصناعة من والدنا، والوالد تعلم الصناعة من والده. جميل. فمحافظين على الحرفة يعني. إيش رأيك بالإقبال؟ لا الحمد لله الإقبال طيب، اللهم لك الحمد، من الخليج، من أهل الدار، الحمد لله. الحلوى معروفة، اللي يجرب الحلوى يستطعم الحلوى يأخذ منها، سواء حتى الأجانب يجرب الحلوى العلمانية لها طعم ومذاق خاص. فالحمد لله هذا فضل من الله تعالى، والحمد لله هذه نعمة. جميل. نتحدث عن الأنواع اللي تقدمها. حاليا احنا نقدم حلوى خصوصية بالزعفران السوداء اللي هي هذه، اللي لها إقبال طيب يعني، معروفة كطعم كذوق قصب السكر، وطعمها ممتاز ومجرب. ويحرص صناع الحلوى العمانية
على المشاركة في مهرجان صلالة السياحي من كل عام، وذلك لإبراز طريقة إعداد الحلوى بالشكل الصحيح ليعرض منتجاته ويفتح آفاقا جديدة له في تجارة الحلوى العمانية. طبعا مشاهدينا الكرام، هذا المرقل اللي تطبخ الحلوى عليه، نتعرف على مكونات الحلوى طريقة تحضيرها. مكوناتها الماء والسكر، السكر الأبيض والسكر الأحمر والنشا والسمن والهيل والزعفران والماورد والمكسرات. طبعا يختلف من حلوى إلى حلوى. يختلف، مثلا حلوى الصفراء يكون فيها سكر أبيض بس خالص، أما حلوى السوداء نضيف لها السكر الأحمر، وفي الأخير يضاف لها مكسرات. في الأخير المكسرات والماورد والهيل والزعفران. ورغم بساطة المقادير إلا أن الحلوى العمانية لها دلالة ومواصفات وخبرات ليست بالسهلة. بصراحة الحلوى العمانية من أفضل الحلوى اللي كلت، أنا كلت حلوى بحرينية بصراحة، بس في فرق بين الحلوى العمانية والحلوى البحرينية، كل أحد ميزاته وخاصة البهارات اللي يحطونها في الحلوى العمانية بصراحة تشجع أي واحد أن يأكل أكثر من 20 مرة. لذلك تتميز الحلوى العمانية عن الباقي ويستطيع الجميع تمييزها. لبرنامج مساء المهرجان. جديدة مشاهدينا الكرام، طبعا مع هذه الأجواء الرائعة والجميلة، يعني نحن قبل قليل شاهدنا تقرير جدا رائع عن الحلوى العمانية. طبعا هذه المأكولات العمانية اللي دائما تتواجد وترافق المجتمع العماني في كل المناسبات، حتى نتمنى أحد من الشباب يجيب لنا حلوى هنا في استديو البرنامج اليوم عشان ناكل أنا وعامر. وأيضا شاهدنا بعض اللقطات الجميلة طبعا من البيت التراثي، هذه الرقصات الرائعة من الفنون العمانية التقليدية اللي أيضا تشتهر فيها محافظة ظفار ولاية صلالة. طبعا هذه الرقصات والفرق العمانية دائما تتواجد هنا في مسرح البلدية الترفيهي وخصوصا في البيت التراثي. أنا أتمنى كل زوار صلالة يستمتعوا بهذه الأجواء الرائعة والجميلة. وأيضا يعد مهرجان صلالة السياحي 2015 همزة وصل لكل زوار محافظة صلالة طوال أيامه،
وأيضا فرصة لكل القطاعات في طبعا إبراز دورهم وخدماتهم التوعوية والتسويقية. ومن أبرز تلك الأركان ركن هيئة تقنية المعلومات. طبعا نحن راح نتعرف أكثر عن هذا الركن مع الفاضلة سمية بنت حميد الكندية، أخصائية إعلامية بالهيئة العامة لتقنية المعلومات. أهلا وسهلا فيك سمية، نورتي برنامجنا اليوم. تسلم، شكرا. طبعا سمية، نتكلم عن ركن تقنية المعلومات، أهداف الركن وطبيعة المشاركة هنا في مهرجان صلالة السياحي 2015. طبعا هيئة تقنية المعلومات دائما تحرص على المشاركة في يعني وين ما الناس تكون موجودة، توصل للناس في كل مكان. وتواجدنا الحين للسنة التاسعة في مهرجان خريف صلالة السياحي، وهالسنة نركز على ثلاثة أهداف رئيسية في المشاركة. أولها دعم الخدمات الحكومية الإلكترونية. حلو. واللي هي تابعة طبعا لخطة التحول للحكومة الإلكترونية. في شفنا خدمات إلكترونية كثيرة دشنتها بعض الجهات الحكومية، منها وزارة التجارة والصناعة بوابة استثمر بسهولة، مؤخرا دشنوا خدمة السجل التجاري إلكترونيا، وبعض الخدمات الأخرى اللي لاحقا ستدشن كجزء من خطة التحول للحكومة الإلكترونية ستدشنها بعض المؤسسات الحكومية، منها وزارة الصحة، وزارة القوى العاملة، شرطة عمان السلطانية وغيرها من الجهات الحكومية. طبعا احنا هنا على أساس نعرف المواطنين والمقيمين بهذه الخدمات، كيف ممكن أن يستفيدوا منها، وأيضا زرع الثقة والأمان في المواطنين أو مستخدمي هذه الخدمات عن طريق استخدام التصديق الإلكتروني. هذه الخدمات تعتمد على خدمة جديدة هي اسمها التصديق الإلكتروني، وهذه الخدمة فيها أنك تتحقق من هويتك الشخصية والتوقيع الإلكتروني عن طريق البطاقة الشخصية أو بطاقات الهواتف النقالة اللي هي الداعمة للتصديق الإلكتروني، في بطاقات السيم كارد هذه. أيوة. تابعة لعمان تل وأريدو، فيها داعم، في بعض البطاقات داعمة للتصديق الإلكتروني ممكن نستخدمها لإجراء هذه أو إنهاء أو إجراء أو إنهاء معاملاتنا الإلكترونية. جميل. يعني فهنا نزرع الثقة لدى المواطنين وهذه الخدمة تقدم لكم بطريقة بسرية وبمصداقية وبكل أمان، يعني أنكم تعملوا الخدمة. يعني جميل. أيضا نحن نشاهد يعني من خلال شاشة التلفزيون لقطات من ركنكم المتواجد هنا في مسرح في مركز البلدية الترفيهي وخصوصا في مهرجان صلالة 2015، هذا بعض من اللقطات. طيب نتكلم، أكيد أنتوا شاركتوا يعني في السنوات القادمة في السنوات الماضية وأنتوا حريصين طبعا في المشاركة في مهرجان صلالة. أيوة. هل حسيتوا أن هناك في استفادة من قبل الجمهور اللي يتواجد معاكم في الركن؟ طبعا في استفادة كبيرة، وبسبب هالشيء يعني الهيئة تحاول أنها أو تحرص أنها دائما كل سنة تكون متواجدة لتكون متواجدة دائما في المهرجان عشان تعرض خدماتها والجديد في التقنية للمواطنين والمقيمين. ونفس الحالة في عندنا برنامج توعية وتدريب خلال فترة المهرجان، فترة شهر المهرجان صلالة السياح كامل. برنامج التدريب يشمل تدريب تقريبا 700 مواطن في برامج الحاسب الآلي، أساسيات الحاسب الآلي، والتدريب راح يكون في ولايات كثيرة في محافظة الظفار، منها مرباط، طاقة، صلالة، تمريت، المزيونة. راح يكون تدريب يشمل جميع هذه المناطق. جميل. ونفس الحالة في عندنا حملة حماية الطفل على الإنترنت، وهالحملة يقيمها المركز الوطني للسلامة المعلوماتية، هم متواجدين معانا في الركن ويحاولوا أنهم يجذبوا الأطفال وأبائهم علشان يخبروهم عن طرق المراقبة الأبوية على الإنترنت، كيف أن الواحد يراقب أبنائه وهو يستخدم الإنترنت على أساس يكون في أمان، في اطمئنان من الآباء لاستخدام أطفالهم للإنترنت. لاحظ طبعا هذا
واجد في تفاعل كثير. يعني أيوة. من قبل الزوار اللي طبعا يزوروا ركنكم جميل. طبعا قبل قليل انطلقت الالعاب الناريه ما شاء الله، هذا دليل انك انت منوره استديو برنامجنا لليوم. نحن نشاهد كذا لقطات جميله طبعا عبر برنامج مساء المهرجان، هذه اللقطات الرائعه من الالعاب الناريه منورين سماء صلاله ما شاء الله، واكيد الكل يستمتع بهذه الالعاب الناريه الرائعه. طيب ننتقل لك مره ثانيه سميه، يعني ابرز الفعاليات والانشطه اللي تقدموها ايضا للزائر هنا في مهرجان صلاله. خلال هالسنه عندنا انشطه جديده بخلاف السنوات الماضيه، هالسنه عندنا بعض الفعاليات منها برنامج مجلسكم اللي هو عباره عن محاضرات قصيره، محاضرات قصيره في استخدام التقنيه، الابتكار والابداع في التقنيه، في بعض المحاضرات متخصصه لمتخصصين، مناقشه بعض القوانين وغيرها. هذه تقريبا عندنا 7 أو 8 محاضرات قصيره، وراح تكون متوزعه في كامل في مسرح المهرجان المسرح العام، وبعضها في بعض القاعات هنا في صلاله، وبعضها في الأماكن العامة. نستهدف الناس في الأماكن العامة مثل المول، غاردنز مول. جميل. الأماكن السياحية، الوجهات السياحية هنا يعني في صلالة. يعني أنتم مش فقط متواجدين هنا في مركز البلدية التقنية. لا لا، في هنا فقط الركن، وفي بعض المشاريع المشاركة، وبالإضافة إلى هذا في عندنا هذا برنامج مجلسكم خارج. نفس الشيء عندنا فعالية اسمها شوركم، هي فعالية بدأت تقيمها الهيئة السنة الماضية، وهالفعالية فيها الهيئة تشاور الناس أو المجتمع أو بعض المختصين في بعض القضايا اللي تخص الهيئة أو بعض مشاريع الهيئة كيف تطويرها وغيرها. فهذه الفعالية راح إن شاء الله تكون هذه المرة في خريف صلالة هالشهر، وراح نناقش فيها استراتيجية الهيئة ل5 سنوات القادمة إن شاء الله. جميل. وداعي الناس مجموعة، يعني بتكون إن شاء الله على تاريخ 9 أغسطس إن شاء الله. جميل. يعني الزائر اللي حاب إنه يتعرف على هذه التقنيات الجديدة يتواجد معكم في ركن الهيئة في المهرجان. جميل. طيب أنا أشكرك الفاضلة سمية بنت حميد الكندية، أخصائية إعلام بالهيئة العامة لتقنية المعلومات. شكرا. المعلومات أشكرك على تواجدك اليوم معنا. شكرا. موفقين إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام ما زلنا متواصلين معكم، الحين راح ننتقل لزميلنا محمود مرة ثانية المتواجد في القرية التراثية وخصوصا في البيئة البدوية. محمود، بما أنك أنت متواجد في البيئة البدوية راح تجيب لنا حلوة ولا لا؟ البيئة البدوية طبعا فيها مختلف من الأشياء، طبعا القهوة هي الأساس دائما لما تكون هي أساس البيئة البدوية، والحليب نوق، والأصوات الجميلة الحين اللي يمكن تسمعون الحين هم ما شاء الله الشباب يعطيهم العافية، ومستمتعين أيضا بالألعاب النارية الموجودة يمكن ظهرها معكم على الهواء الحين. مشاهدينا الكرام، مهرجان صلالة السياحي يقدم الكثير للزوار من فعاليات ومناشط والعاب ناريه، ويوم نساء مخصص للنساء يوم الاحد، يعني اللي يحتاجه الجمهور والزائر والسائح موجود في مهرجان صلاله السياحي. ما عليك الا تشغل السويك ولا احد يوصلك الى مركز البلديه الترفيه، وما زلنا متواصلين مع البيئه البدويه. شو الفن اللي راح تعطونا اليوم في مساء المهرجان؟ الفن اللولاي. فن اللولاي، تعرف على اسمك؟ بخيت سعيد. سالم سعيد. قبل لا تسمعون الفن وقبل لا نسمع نريد نعرف ما شاء الله كيف تعلمتوا هذا الفن، وما شاء الله اليوم شباب من مثلكم، هذا هو اللي نحن ندوره ان الشباب يتعلمون من الاباء والاجداد. والله تعلمناه، كان فن تراثي عندنا من ابائنا واجدادنا اللي كانوا يتفاخرون بهذا الفن، وتعلمنا منهم لهذا الفن وصلنا منهم الحمد لله. زين يلا نسمع. زين المريم زين المريم بزوق بورا حيمة، زين المريم زين المريم بزوق بورا حيمة، مريم ذهب صوفي ذينا وقزمانا قيمة، مريم ذهب صوفي ذينا وقزمانا قيمة، زين المريم زين المريم بزوق بورا حيمة، زين المريم زين المريم بزوق بورا حيمة. يعطيكم العافية، يعطيكم العافية شباب. سؤال قبل أن ننتقل لفن ثاني،
متى يستخدم هذا الفن ومتى في أي وقت يعني دائما نسمع هذا الفن؟ في وقت مثلا العصرية إذا كان واحد يعني جالس عند الإبل أو في العزبة، أو يستخدم أيضا إلى تنويم الأطفال مثلا إذا كان الطفل مريض الأم توسيه بهذا الفن لكي ينام. العافية. إن شاء الله يسلمون إن شاء الله الشباب والأطفال. ألعاب نارية مستمرة مثل ما تشوفون على الهواء مباشرة، ألعاب النارية سماء المهرجان، أجواء جدا رائعة تستمتعون اللي حضر في المركز وحتى حوالين هذه المنطقة في الألعاب، يعني بإمكان نشاهد هذه الألعاب النارية الموجودة هنا في سماء المهرجان. وفيتي نتعرف على الفن اللي بتقدم لنا إياه. والله الفن يلاو يلاو فن يلاو، وهذا فن قديم حتى الحين نتمسك فيه هذا القديم الفن ونستمتع فيه ان نكون مرتاحين عليها. نسمع. الكلمات طبعا هي يمكن ربما بعض الاخوان غير مفهومه بالضبط بالناس اللي ما يعرفون هذه البيئه ويعرفون الكلمات الموجوده، تعرفنا على الكلمات الموجوده في هذا الفن. والله الفن هذه تكون الناس متجمعه مع بعض يعني وتكون مرتاحين يعني ويكون عندهم سمره وتجمعين كل واحد يجي من مكان ومن عند البوش ومن عند ذاك بيكون مرتاحين ويعني جالسين على النار وعلى الجهاوي ويتقدمون هذا الفن عشان يستمتعوا فيه ويكون مرتاحين على هذا الفن من هذا الزمان القديم وحتى الحين نتمسك فيه هذا الفن ونعلم أولادنا. الكلمات يعني يتمنى البوش تكون عندهم رحمة يعني في الصيح يعني وتكون عندنا يعني مجال خضراء يعني ما تكون في مكان ضيق يعني، واتمنى لهم ما تكون في مكان ضيق، إذا كان عندهم مكان ضيق يعني تتعب، مكان ضيق تكون يعني مع الغنم ومع هذا يعني ما أتمنى لهم تكون في الصيح في هذه الهلال يعني في هذه الشعره هذه يعني شرح اللي عندكم محضرينه عندكم كانك حمرا هاب اسمع بس على السريع كلام حمرا هاب حمرا هاب حمرا هاب حمرا هاب حمرا هاب حمرا هاب هاب حمرا هاب هيسا حمرا هاب هذا عندما يعالج يمكن تلتقى في شيء من الحنش يعني ويكون يتعالج بهذا الوضع يعني ويكون يعني يكون احسن يكون يتنشر بهذا بالشكل هذا الوضع يعني بهذا القناه. يعطيك معاذ اكيد في الخيمه بعد فيها بعض الاشياء الجميله طبعا المحضرين، وش في الخيمه؟ فيها من يعني زمول مال الركاب اللي راح نتعرف عليه في الوقفه القادمه. اذا مشاهدينا الكرام دائما مركز البلديه الترفيهي ملتقى الاسره هو طبعا يحمل الكثير بامكان الصغار والكبار الاستمتاع في هذا المكان. زميل محمد بن سعدون بيت سعيد محضر لنا تقرير عن الالعاب الكهربائيه وكيفيه الاستمتاع هناك مع الاطفال الصغار وبراءتهم في هذه الالعاب. نروح الى الالعاب تقرير محمد ومن ثم الى جمعيه المراه العمانيه اللي قدمت اليوم اشياء كثيره وجميله في مسرح الولايات.
مساء الخير. ركن الألعاب الكهربائية، المعنى الحقيقي لكلمة مهرجان، بهجة واحتفالات وسرور هنا في ركن الألعاب، الركن المحبب للصغار والكبار. في هذا التقرير سنسلط الضوء على تفاصيل هذا الركن، ابقوا معنا. دخلت في شيء العاب او شيء؟ الحمد لله لعب الاولاد مجموعه من الالعاب اللي هي الكهربائيه التي يعني فيها الكثير من الابداع، واستفادوا الطلاب يعني هؤلاء الاولاد. لعبتوا في شيء؟ ايه. مساء الخير. مساء النور يا مرحبا. الأحوال؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. إيش رأيكم بالمهرجان بركن الألعاب الكهربائية؟ والله جيدة لا بأس فيها. الأطفال لعبوا ولا بعد؟ الحمد لله كلهم لعبوا. كيف أوضاعهم؟ الحمد لله الله يبارك فيكم. لعبتي؟ إيه. ها؟ إيه. لعبتي في إيش؟ حيبار. حيبار. إذا مستمرين في هذه الجولة نتعرف على انطباعات الصغار والكبار، فابقوا معنا. مساء المهرجان. هلا حياك الله. مساء الخير. كيف شفتوا الألعاب؟ مستوى الألعاب؟ والله ما شاء الله مستوى جميل جدا، ما توقعنا بالصورة هذه. على العموم هذه أول مرة أجي لعمان، وعمان الصراحة شكل ما توقعته ولا 10% من كذا. الأطفال استانسوا معك؟ والله الحمد لله مستانسين بالمرة والله. وحنا نحيي الشعب العماني على هذه الضيافة الجميلة والأجواء الجميلة، وكرم الشعب العماني ليس غريب علينا. لعبت بهذه. إيش اسمها؟ سفينة. سفينة. خفتي ولا عادي؟ لا عادي. عادية؟ بتلعبيها مرة ثانية؟ لا عادي ألعب مرة ثانية. مساءك مهرجان. الله يمسيك بالخير. وين لعبت؟ ايش رايك بالمهرجان؟ ايش رايك بالالعاب؟ والله الالعاب مميزة، لكن في لعبة هنا يعني تعطي ريال، واذا تعطي على حسب اللعبة على حسب القوة. ايوه. واذا اعطيت بوكس ايوه على العداد يمشي توصل 300 200. وين وصلت؟ وصلت 550. هي اخر حد كم؟ اخر حد 800. يعني ممتاز. بس وين لعبت؟ لعبت في هذه اللعبه ولعبت في الترامبولين. تخوف ولا عادي؟ عادي. إذن مشاهدينا الكرام، هكذا انتهت جولتنا في ركن الألعاب الكهربائية. انتظرونا في جولة أخرى من زوايا المهرجان. عودة إلى الاستديو مع زملاء عامر وحوراء. الطبيعة الخضراء والمقومات البيئية في محافظة ظفار أثناء موسم الخريف جميلة ورائعة، فلا تدمرها بإطارات مركبتك. مع تحيات وزارة السياحة.
ولقد أثبت العمانيون خلال الحقبة المنصرمة أنهم يتمتعون بمستوى جيد من الوعي والثقافة والإدراك والفهم مع فجر كل يوم من ميلاد الأزماني نحب اللي يحبك والذي يبغى ذاك يهان معنا يحشم الطيب ويهبى كل خواني بلادي يا سلام الله عليها بين أهل الأوطان علمها باسم حر نرقى من دون جرحاني وسلام الله كانت هذه فقرة العلم من مسرح الولايات مباشرة وطبعا مشاركة جمعية المرأة العمانية بصلالة في فعاليات ومناشط مهرجان صلالة السياحي لهذا العام. جميل جدا أحبائنا الكرام، أيضا الإشارة إلى أنه يمكن أكثر الناس يعني في قمة المتعة والراحة أثناء تواجدهم، أو أكثر فئة من الناس بالأحرى يعني أثناء تواجدهم في مركز البلدية الترفيهي هم هؤلاء الأطفال الذين شاهدناهم قبل قليل في تقرير محمد،
بن سعدون بن سعيد اللي بنقدم له أكيد كل التحية والتقدير. حديثنا القادم مشاهدين الكرام هو عن جمعية المرة العمانية بصلالة، هذه المؤسسة النشطة إلى حد كبير سواء كان بمثل هذه الفعاليات في أيام المهرجانات أو حتى على مدار العام بأنشطة كثيرة منوعة وبرامج تقدمها دائما الجمعية أسوة بجمعيات المرة العمانية أكيد في مناطق عمان المختلفة خدمة للمجتمع المحلي. ضيفتنا الأخت الفاضلة إيمان ماهر حداد، وإيمان طبعا من جمعية المرة العمانية بصلالة. إيمان مساء الخير، شكرا لكم أيضا على هذه المشاركة الجميلة. أهلا وسهلا. الله يخليك. نحن أنا عضو في جمعية المرة العمانية يعني مثل كل سنة منذ تأسيس المهرجان صلالة السياحي. جمعية المرأة العمانية دائما لها مشاركة في المهرجان سواء كان في المعارض أو في الحملات التوعية أو في المؤتمرات اللي بتسويها، وأيضا مشاركتها بتكون دائما موجودة في مسرح المروج. هاي السنة إن شاء الله راح نشارك في المعارض الجمعيات بالإضافة إلى المشاركة في مسرح الولايات. قدمت اليوم الجمعية ثلاث فقرات في المسرح من خلال مشاركة الجمعية إن شاء الله في هذه العام في قيمة مسابقة مش مسابقة مشاركة برنامج الطبل على غرار مسابقة البرعة في مسرح المروج. طبعا فن البرعة فن موجود في المحافظة وتسعى الجمعية صلالة مثل أي جمعية أخرى على ترسيخ هذا المحتوى وهذا الموروث الحضاري سواء من خلال المهرجان أو من خلال غير المهرجان. هاي السنة إن شاء الله في مشاركة لفن الطبل في مسرح المروج، طبعا حتكون المشاركة من خلال 16 فتاة في كل حلقة في يوم الأحد النسائي إن شاء الله. طبعا هم أطفال بقدموا رقصة الطبل بصورة ثنائية وبتقدم من خلال يعني عرض الفن وبيكون فيها تكريم للفتيات المشاركات. حلو حلو. طبعا للتذكير للجمهور الكريم اللي حاب ايضا يحضر الليله فعاليات الجمعيه على مسرح المروج 10:30 يبدؤون ومستمرين لحد الساعه الواحده. أيوة. طبعاً في الدعوه مفتوحه برنامج عامه للجميع. اكيد دعوه عامه للجميع مع مشاركة فرقة الفنان المعروف عمر جبران. عمر جابو إن شاء الله. عمر جبران اللي بنقدم لهم كل التحية أكيد. طيب إيمان بالنسبة لل يعني بالإضافة إلى هذه المشاركات يعني بشكل عام في يعني خارج مركز البلدية خارج برامج مركز. أخرى أيضا عندكم. نحن الآن في صدد تنفيذ حملة أخلاقي راح تكون إن شاء الله تتشينها في تاريخ 18 أغسطس. طبعا عنوان الحملة يتحدث عن محتواها. راح يكون فيها مفاجأة في حجم الناس المشاركين في هذه الحملة إن شاء الله، بالإضافة إلى أن الجمعية تدعم المرأة عموما من خلال تمكينها وتشغيلها، تدعم الجمعية أيضا الأسرة والطفل بشكل عام. نحن هاي السنة إن شاء الله في دورة الثانية برنامج نادي الطفل القيادي راح يتم تنفيذه في المهرجان في داخل المبنى فيه، وراح تكون مشاركة في حملة صلالة مدينة قارئة إن شاء الله في نفس ركن نادي الطفل القيادي. بالإضافة إلى حاضنة المشاريع المتوسطة والصغيرة نحن الآن أيضا في صدد تنفيذ الدورة الثانية لها. طبعا نعمل في هذه الدورة أنه نمكن المرأة العمانية من إنشاء مراكز أو مشروع لها وذلك بإمكانيات بسيطة يعني حلو. ندعمهم ونكون لهم حاضنة من أجل رفعها وتمكينها لتنفيذ الأفضل. جميل. هذه البرامج معظمها راح تكون في مقر الجمعية إن شاء الله. راح يتم الإعلان عنها للجمهور أكيد من خلال وسائل مختلفة في موقعنا على الإنستغرام وفي موقعنا في الإنترنت عن جدول برامج الجمعية لهذا العام إن شاء الله. بالنسبة للمعرض هنا في مركز البلدية الترفيهي اللي يزور معرض أو ركن جمعية المرأة العمانية بصلالة يعني إيش راح يشوف فيه؟ راح يشوف الصورة اللي بتعكسها جمعية المرأة العمانية سواء في صلالة أو الجمعيات الأخرى في المحافظة تعمل سنويا على نقل صورة المجتمع الضفاري وصورة المرأة الضفارية لا الزوار ولا المجتمع بشكل عام. رح يتم إن شاء الله فيها سنوية نفس المشاركات من خلال معارض البخور الصناعات الحرفية
اللبان والعديد من المشاركات الأخرى من شغل وإنتاج عضوات الجمعيات. حلو. طبعا الجمعيات كلها تركز على نقل الموروث الحضاري والثقافي للمحافظة من خلال هذه المعارض وهذه الملتقيات والمؤتمرات اللي بتشارك فيها. في ركن خاص بالجمعيات في مركز البلدية. أيوة موجود في معارض الجمعية. المعرض الخاص بالجمعيات. طيب اللي يزور المعارض هذه إيمان يعني وحاب إنه يقتني شيء من الموجود يعني في مجال أيوة إنه يعني حلو رائع جدا. طيب بالنسبة لمسرح الولايات أيضا هل راح يكون إن شاء الله في تفعيل له مشاركات أخرى خلال الأيام الجاية إن شاء الله؟ كل أحد نسائي يومي يعني الجمعية مشاركة في جميع طوال فترة المهرجان ولكن في يوم الأحد النسائي بتكون فعاليتها أقوى ودورها أقوى في المهرجان فإن شاء الله راح يكون في مسابقات راح يكون في عروض وتمثيل للفنون الشعبية وفنون الرقصات الشعبية في مسرح الولايات فنون العمانية المغناة طبعا على مسرح الولايات الجمهور مدعو إذن خصوصا جمهور الأخوات اللي هم كل يوم أحد يعني بيكون المتواجدات في مركز البلدية الترفيهي كون إنه المركز بكامله بكل فعالياته مخصص للنساء فالجمهور على موعد لمشاهدة هذه يعني التنوع وهذه أيوة الفقرات اليوم المختلفة. اليوم أول أحد نسائي قدمت جمعية المرأة العمانية بصلالة وأتوقع في جمعيات أخرى في المسرح الولايات ثلاث فقرات وطبعا راح يتم في الساعة 10:30 تقريبا إن شاء الله عرض مشاركة الطبل طبعا مشاركة الطبل بالتعاون مع الجمعيات المرأة في المحافظة. أوكي في تعاون مع جمعيات أيوة المرأة بشكل عام. معهم يعني. فراح يكون أيوة. إن شاء الله في عرض للجلسة. الطبل إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق لكم أختي إيمان ومن خلالك بنوجه تحية للأخوات في جمعية المرأة العمانية بصلالة خصوصا بحكم وجودكم معنا ولكل الأخوات طبعا في جمعيات المرأة العمانية بشكل عام في عماننا الغالية على هذا الجهد الكبير على هذا التفاعل مع المجتمع على هذه الصورة المشرفة التي تظهرون بها دائما كل التحية لكم. شكرا جزيلا لك. شكرا نشكر معكم أحبائنا الكرام ضيفتنا الأخت الفاضلة إيمان ماهر حداد جمعية المرأة العمانية بصلالة وحديثنا كان عن هذه المشاركات يعني والفعاليات المختلفة التي تسهم أيضا فيها الأخوات بتواجد وحضور مشرف إلى حد كبير. نذهب معكم الآن أحبائنا الكرام إلى المسابقة اليومية في برنامجنا مع زميلنا المبدع دائما محمد المخيني. مشاهدينا الكرام متابعي برنامج مساء المهرجان مسابقة زوار المهرجان أتت إليكم من جديد من موقع إيديد البيت التراثي وأمام البيت التراثي هنا إيش تقام؟ هنا الفنون العمانية الفنون الجميلة بغيت البرعة تلقاها موجودة فن الرزفة موجودة الرزحة موجودة كل يوم فن من الفنون يقام هنا في هذا المكان الجميل وفن مخصص للفنون العمانية البرعة تحصل كل الجماهير متواجدة في أماكن مخصصة للنساء أماكن للريايل الناس المارة اللي حابين يتابعوا الفنون اللي تقام في هذا المكان إذن اليوم هنا من مكان الفنون من أمام بيت التراث عندنا مسابقة عندنا ثلاث فائزين سؤالنا الأول يقول موقع أثري في ظفار تم إدراجه ضمن قائمة التراث العالمي موقع أثري موقع خلونا نشوف المتسابقين مشاهدينا معنا أول المتسابقين وضيوفنا من دولة الإمارات الشقيقة العزيزة السلام عليكم اسمك؟ وعليكم السلام أمل خوري أمل الخوري كوري كوري خوري خوري أوكي عندنا خور روري بعد خوري أوكي اسمك؟ حنان الخوري حنان الخوري أخوات أنا أول ما عرضت القبيل قلت أخوات زين موقع أثري في محافظة ظفار طبعا بما أنكم أنتم كم مرة صار لكم تزوروا ظفار؟ كل سنة الله مع بعض قلتوها كل سنة ها؟ زين ما دامكم كل سنة معناته الواحد لما يجي ظفار ما يستقر بس بصلالة وإنما يروح في مرباط في ولايات وفي معالم وفي مواقع أثرية كثيرة في محافظة ظفار موقع أثري في ظفار تم إدراجه ضمن قائمة التراث العالمي موقع بما أنكم بعد من الإمارات بسهل لكم سامة 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 باقي حرفين سمهرم سمهرم يا سلام عليك صح إذن موقع
سمهرم بالفعل إجابتك الإجابة الصحيحة. شركة الحكلي لتأجير السيارات قدموا لكم 50 ريال. أعطيني شكرا. وهذه الجائزة سمهرم من كملها إذا لك أنت. متواصلين معاكم ونروح لسؤالنا الثاني. وسؤالنا يقول كم عدد ولايات محافظة ظفار؟ في واحد قاعد يناديني من وقت ويا سلام عليك ويا سلام عليك، خلني أروح له. يا سلام تعال فوق على طول، تعال وقف. ها تعرف ايش اسمك؟ اسمي سالم سعيد الكثيري. سالم سعيد الكثيري، حتى اسمك منسق. طيب منسق سالم سعيد الكثيري. يا سلام بعد 50 ريال. على طول من غير شيء؟ ما شيء، مرة فكك. أسألك لا بدون أسئلة أرجوك، الله خليك. سؤال سهل، شوف أنا بعطيك سؤال وبترك مجال للجمهور كلهم يساعدوك. كم عدد ولايات محافظة ظفار؟ 10. يا سلام عليك. كأن حظ ضربني. لا 1000 ريال. 1000 ريال كل محافظة، كل ولاية بل. لا كل ولاية بعطيك عنها 5. 100. ها؟ 100. والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، أعطيني ظرف. الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون قدموا لك 50 ريال. تحية كبيرة صفقونا. شكرا. يا سلام عليك. أبخيني. متواصلين معكم ونروح لسؤالنا الثالث. ومتواصلين معكم وآخر أسئلتنا لليوم ونبحث عن الفائز الأخير، ما نبي نخسر أحد، نبي الواحد على طول يفوز. يقول هو ثاني موقع تم إدراجه ضمن قائمة التراث العالمي في سلطنة عمان، ثاني موقع تم إدراجه. موقع إيش؟ سلام عليكم. تعال 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 معي، وقف وقف. أباك توقف. تقدر توقف؟ أيوة. اسمك؟ أحمد سالم علي العمري. أحمد سالم بن علي العمري. نجم المهرجان صلالة. الله. أتمنى أنك تكون نجم مسابقتنا وتجاوب على السؤال. إيش من سؤال عندك؟ سؤال يقول هو ثاني موقع تم إدراجه ضمن قائمة التراث العالمي في سلطنة عمان، موقع إيش؟ موقع؟ أيوة. هو موقع، كنت بقول الإجابة. موقع أثري، موقع إيش؟ البليد. لا 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 لا، موقع باء. ها فيها باء وألف، باقي آخر حرف. البرعة. يقول لك موقع باء. كيف الباء؟ زين انا بعطيك خيارات عشان اسهل لك، ما ابي اخسرك. موقع البليد او موقع بات الاثري؟ بات الاثري. يا سلام، صفقوله صفقوله. بات الاثري. وتقول لي انا نجم المهرجان انا 24 ساعه سالم من حد يتبرع انا، ومن اللي يجيب الجمهور، ومن اللي يحرك المهرجان الصلاله غيري انا. وما عرفت الاجابه؟ انا لا عرفت الاجابه. اذا موقع ايش؟ نساه. يلا موقع ايش؟ الله يهديه. تو قلناه. البليد او بات؟ البات. الحمد لله. انا لو بعد سولفت معاه شويه بينساه. لا. اذا مبروك، فزت معنا ب 50 ريال مقدم من الهيئه العامه للاذاعه. صفقوله. قبل لا اروح، موقع ايش؟ البات. يا اخي الله، هذا بس توكل. يلا شاهدين، وصلنا معاكم لختام جولتنا لهذا اليوم. الى لقاء مع جولات ثانية، مع السلامة. يرجى أخذ الحيضة والحذر عند الاقتراب من الشواطئ خلال موسم الخريف، وتجنب السباحة نظرا لارتفاع موج البحر. مع تحيات وزارة السياحة.
أهلا بكم دائما مشاهدينا الكرام. شكرا زميل محمد المخيني وضيوف محمد. هؤلاء الوجوه يعني هؤلاء الناس أيضا الذين بمرحهم بفرحهم بطيبة قلوبهم أيضا يضيفون نكهة جميلة جدا أيضا على هذا المهرجان وعلى أماكنه المختلفة. بالضبط محمد مخيني كذا يحاول أنه يكون قريب جدا من الجمهور ما شاء الله عليه. نقول له يا سلام عليك يا محمد. يا سلام عليك يا محمد. طيب الحين ننتقل لزميلنا محمود المتواجد في القرية التراثية. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية محمود. سيف جاهز. يعطيك العافية يا محمد. بدوية عامر تفضل. وزاوية جميلة، زاوية دائما نفتخر فيها، الصناعات اليدوية، الصناعات الحرفية، العادات الموجودة، الناس اللي متمسكين في مختلف البيئات هنا في محافظة ظفار وأيضا في مختلف محافظات السلطنة، وأيضا الهيئة العامة للصناعات الحرفية أيضا تدعم كل هذه المشغولات، كل هذه الصناعات. كل الشكر لكل الجهود المبذولة من مختلف الجهات للحفاظ على هذا الموروث العماني. مسلم ما زلنا في هذه الزاوية اللي كنا راح الوقفة الأخيرة ووقفة الختامية اليوم في هذه البيئة، نتعرف على بعض المشغولات وهذه الصناعات الجميلة هنا. والله الصناعات البدوية فيها موجود من أشياء كثيرة من الشغل البدوي، يعني كثير يعني من طول من القربة هذه. نبدأ من هذه القرو يعني يسموها يعني وسيلة، سوي وسيلة يعني من هذا نسويها وسيلة من هذا الأشجار يعني علشان وسيلة يكون حط فيها الماء ونحط فيها الماء والحليب. القربة نفسي هذيك القربة نسويها يعني حق الماء وحق الحليب، يعني نفس الشيء وسيلة يعني من زمان القديم. ولا ثام حق النياق، حق يعني النياق يعني محافظة على النياق الثانية على ما تعطل بعضهم بعض. وهذاك يعني فراش يعني جعد يستعمل من الحيوان، جعد من الحيوان على قهور البوش يكون. يعطيك العافية. حاولنا اليوم مشاهدينا الكرام ان نغطي بعض اجزاء او ما تحتوي هذه البيئه الجميله، البيئه البدويه. الاخ مسلم كل الشكر لكم وكل التحيه لكم، جهودكم ما شاء الله يعطيكم العافيه رب ان شاء الله. مشكورين على وصولكم معنا ومع تصويركم معنا على التراث البدوي وعلى تحفظكم على التراث البدوي بكل شكل عام، وجزاكم الله خير ومشكورين. في حليب للشباب الزملاء في الاستديو طبعا، وعندنا حتى طارق المخيني طالب حليب موجود. الحليب موجود حق البوش موجود وكل شيء الحمد لله. الحليب فينا الحليب ويكون حليب يعني لتشرب حليب تكون اقوى. بعد شوي نحن نخلص البرنامج الشباب كلهم بيجون. جزاك الله خير. عامر هذه دعوه من الشباب هنا في البيئه البدويه وايضا للزملاء كلهم حوراء والشباب كلهم اللي طبعا خلف الكواليس الموجودين، كل التحيه لهم وتحيه لك عامر. هذه انتهت وقفتنا مشاهدينا الكرام، غدا اكيد في اشياء كثيره راح تقدم هنا في مهرجان صلاح السياحي وفي مركز البلديه، وبالتحديد عامر نذكر ايضا المشاهدين ان مسرح الولايات راح يبدا مسابقات اللي يحبها الجماهير ويحب الجمهور دائما يحضر لها. اكيد الكلمه عندك عامر. شكرا لك محمود، تحيه من خلالك ايضا اكيد لزملاء كلهم على هذا الجهد، يعطيكم الف صحه وعافيه ودائما على القوه ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لموضوع الحليب وهذا يعني ممكن نتناقش فيه بعد البرنامج إن شاء الله. عمر يعني من خلال هذه الفقرات الجميلة وأيضا الفعاليات الموجودة هنا في المهرجان، تجولت في أرجاء المهرجان ولا طبيعي لا؟ جدا بحكم التواجد اليومي هنا، يعني سبحان الله هكذا تمر أمامك الفقرات المختلفة والمعارض المشاركات المختلفة للفرق الفنون العمانية المغناة وغيرها من الفرق، هو يعني مشاهدة يومية من خلال تواجدنا في مركز صحيح البلدية. صحيح والله نتمنى أني أتجول في أرجاء المهرجان وشاهد هذه الفعاليات الجميلة. نخلص من البرنامج الحين نروح ناخذ معها حلوة أحسن لنا. إن شاء الله بإذن الله. نتمنى أحبنا نكون أمتعناكم وأسعدناكم. طبعا بنختم إن شاء الله برنامجنا اليوم على أنغام الفرق الفنون العمانية المغناة من عند البيت التراثي ومشاركة فرقة الصوافي أو بالأحرى من مسرح الولايات وجمعية المرأة العمانية، طبعا مع اختام برنامجنا لوحة رائعة لهؤلاء البراعة من جمعية المرأة العمانية. أتمنى نكون أسعدناكم. لا تنسوا الإعادة بكرة 9:30 صباح إن شاء الله، وموعدنا على الهواء 8:30 المساء إن شاء الله. بإذن الله في نفس المكان إن شاء الله. كذا أعزائي نحن وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، إن شاء الله راح نشوفكم بكرة في حلقة جديدة. الآن راح ننتقل إلى مسرح الولايات مع جمعية
المرأة العمانية بصلالة ونشاهد هذه اللوحة الرائعة. ملتقانا غدا وإلى اللقاء.